بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. يا رب زدني بفرط الحب فيك تحيرا، وارحم حشم بلظى هواك تسعرا. إلهي وإن سألتك أن أراك حقيقة فاسمح ولا تجعل جوابي لم ترى. اللهم إنا نسألك يا مولانا أن تمتعنا وفقيدنا بالنظر إلى وجهك الكريم. إلهي لما علمت بأن قلبي فارغا ممن سواك ملأته بهداك. إلهي وسيدي ومولاي كتبت رحمة الناس عليك فضلا وكرما، فالمرجع والمآل والكل إليك عرب وعجب. ما لي عمل يصلح للعرض عليك بل صار عدم. فارحم ذلي ووقفتي بين يديك إن ذل قدم. إلهي يا من إذا قلت يا مولاي لباني وقال أقبل فإن العفو من شاني. يا واحدا في ملكه ما له ثاني، يا عالما بالسر والإعلان، أعصاك تسترني أنساك تذكرني، فكيف أنساك يا من لست تنساني. وأصلي وأسلم على الذات المحمدية اللطيفة الأحدية شمس سماء الأسرار ومظهر الأنوار ومركز مدار الجلال وقطب فلك الجمال. اللهم بسره لديك وسيره إليك آمن خوفي وأقل عثرتي وخذني إليك مني، ولا تجعلني مفتونا بنفسي محجوبا بحسي، وارزقني الفناء عني وأسكن بها فقيدنا الدرجات العلى من الجنة. اللهم صل وسلم وبارك على نورك الأسبق وصراطك المحقق الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط الله المستقيم. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، نحييكم في بداية هذا الجزء المتبقى من هذه الليلة القرآنية المباركة التي أقامتها الأسرة الكريمة والعائلة الكريمة للمغفور له بإذن الله تعالى الحاج عبد العليم البهري نوح. الله أسأل أن يتجلى عليه في قبره بواسع مغفرته ورحماته، وأن يسكنه جوار الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في الفردوس العلى من الجنة. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، نحييكم من داخل لؤلؤة السرادقات وأولى مقاول الفراشة الذهبية الأهلية الشهيرة عبر محافظات جمهورية مصر العربية
التي تطلب من مخازن ومحلات عمالقة الفراشة بجمهورية مصر العربية. أولاد المغفور له بإذن الله تعالى الأستاذ عمر حامد خطاب تحت إدارة البشمهندس إسلام عمر خطاب والبشمهندس حامد عمر خطاب المقيمين بشناوي مركز ومدينة السلطة بمحافظة الغربية. كما نحيط سيادتكم علما أن هذه الليلة تبقى لكم عبر شبكات الانترنت عبر كاميرات البث المباشر على شاشات اليوتيوب عبر كاميرات البشمهندس ياسر محمد غازي والبشمهندس رضا درويش. اخوتنا اخوة الايمان والاسلام، لقد شرفت بعلمين من اعلام التلاوة بجمهورية مصر العربية العالم الاسلامي. شرفت بقارئ اتحاد الاذاعة والتلفزيون المصري ملك المقامات وملك الابداع الاول وصاحب الشعبية الجارفة في عالم دولة التلاوة عبر انحاء دول العالمين العربي والإسلامي أجمع، والذي جاب أكثر من 43 دولة حول العالم الإسلامي، فضيلة مولانا القارئ الدكتور عبد الناصر حرك. كما شرفت بقارئ جمهورية مصر العربية والملقب بقروان الشباب الأول والعائد إلينا من دولة باكستان فضيلة القارئ الشيخ عبد الرحمن محمود أبو جريدة. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم واعظين اثنين، واعظ صامت وواعظ متكلم. أما الواعظ الصامت فهو الموت، وأما الواعظ المتكلم فهو القرآن الكريم. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. آيات الله البينات يتلوها علينا قارئ اتحاد الإذاعة المصرية والتلفزيون المصري، والذي ستسعدون به في 9:15 في الأمسية الدينية عبر إذاعة القرآن الكريم، والذي سافر إلى أكثر من 43 دولة حول العالم الإسلامي، ملك المقامات ملك الإبداع الأول والمقيم بمدينة القاهرة فضيلة القارئ الدكتور عبد الناصر حرك. أسأل الله تعالى له التوفيق والتجلي، ولي ولكم حسن الاستماع، فليتفضل صاحب الفضيلة مشكورا مقبولا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. Mm-hmm.
فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. لقد صدق الله رسوله يا بالحق لقد صدق الله رسوله يا بالحق لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فعلم ما لم تعلموا فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا.
هو الذي أرسل رسوله بالهدى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله 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 والذين معه أشد رحماء بينهم محمد رسول الله محمد رسول الله محمد
محمد رسول الله والذين نظروا أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجراً عظيماً بسم الله الرحمن الرحيم
بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. يا واتقوا الله. واتقوا الله. يا رسولي واتقوا الله. واتقوا الله إن الله
الله سميع عليم. يا فوق صوت النبي يا صوتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء أكثرهم لا يعقلون. ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. والله غفور رحيم. ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم
لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. واعلموا أن فيكم رسول الله. حاضر. أي رحمه الله رحمة واسعة. واعلموا أن فيكم رسول الله. لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان زينه في قلوبكم صلى الله عليه وسلم. الله يحافظ عليك. صلى الله عليه وسلم.
صلوا عليه صلي وسلم وبارك عليه السلام عليك يا سيدي ورسول الله. واعلموا أن فيكم رسول لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة فضلا من الله ونعمة فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا
بالعدل وأقسطوا بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله واتقوا الله إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله واتقوا الله لعلكم ترحمون واتقوا الله لعلكم ترحمون يا عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء خيرا منهن ولا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب ولا تنابزوا و
ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا بعض الظن ولا تجسسوا ولا تجسسوا ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله واتقوا الله واتقوا الله واتقوا الله إن الله تواب رحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله
يا أيها الناس يا إنا خلقناكم من ذكر وأنثى خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم يا أيها الناس يا أيها الناس إنا خلقناكم ذكر وأنثى وجعلناكم خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم يا أيها الناس يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا
جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير صدق الله العظيم. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فحسنه وجمله فترك موضع لبنة فجعل الناس يقولون: هلا أكمل هذه اللبنة؟ فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين. وذلك قلب وبناء بناه الله تبارك وتعالى وجعل فيه مضغة وهي القلب، فجعلها وعاء للقرآن الكريم. فكيف حينما أسمع القرآن الكريم لا أقول الله؟ إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، استمعنا إلى آيات الله البينات والتي كانت من خواتيم سورة الفتح وصدر سورة الحجرات، وكانت بصوت العلم القرآني الإذاعي الكبير صاحب الشعبية الجارفة عبر أنحاء دول العالمين العربي والإسلامي أجمع، والذي جاب أكثر من 43 دولة حول العالمين العربي والإسلامي أجمع، ملك الإبداع الأول وملك المقامات، والذي ستسعدون به اليوم ليلا في 9:15 عبر إذاعة القرآن الكريم في الأمسية الدينية عبر أثير موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، والمقيم بالقاهرة الأستاذ الدكتور والقارئ والعالم الجليل الدكتور عبد الناصر حرك. نقلت وأذيعت على أسماع حضراتكم عبر أثير موجات إذاعاتنا المحلية والأنوار الكهربائية ومحطات الديزل الفخمة كبرى وأولى مقاول الفراشة الذهبية الأهلية الكبرى والشهيرة عبر أنحاء محافظات جمهورية مصر العربية، تطلب تحت إدارة وإشراف عمالقة الفراشة بجمهورية مصر العربية أولاد المغفور له بإذن الله تعالى الأستاذ عمر حامد خطاب، المقيمين بإشناوي مركز السلطة بمحافظة الغربية تحت إدارة وإشراف البشمهندس إسلام عمر خطاب والبشمهندس حامد عمر خطاب. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، الخدمة الفندقية الممتازة المتميزة والشهيرة عبر أنحاء محافظات جمهورية مصر العربية والتي تطلب في الحفلات السياحية وغيرها، عملاق الخدمات الفندقية المتر جمال ثروت مسلم وأولاده المقيمين بمتحوي مركز السلطة. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، ولقد رقبت لكم عبر كاميرات البث المباشر على شاشات
شبكات التواصل الاجتماعي ومنصات التواصل الاجتماعي يوتيوب عبر كاميرات كل من البشمهندس ياسر محمد عبد العظيم غازي وكذلك البشمهندس العالمي رضا درويش. وتلاقي إخوة الإيمان والإسلام في ليلة التكريم التي أقيمت للراحل الكريم المغفور له بإذن الله تعالى الحاج عبد العليم الجهري نوح، يتقدم كل من الحاج عبد الهادي الجهري نوح والحاج عبد اللطيف الجهري نوح، كما يتقدم الأستاذ محمد الجهري نوح والأستاذ أشرف الجهري نوح والأستاذ أحمد الجهري نوح والأستاذ حمدي الجهري نوح والأستاذ عبد المنعم الجهري نوح وجميع الأسرة الكريمة، إلى كل من جاء إلى هذا الصراديق ليتقدم بواجب العزاء بالشكر والتقدير يا سادة، شكر الله سعيكم جميعا.